السلام عليكم. هذه طريقتي في التنظيف. أعبي السطل بموية وأصب فيه ديتول، تقريبا مقاس كاس ديتول بس، ثم نشوف ايش الباقي، ثم نجيب الديرمود الغطاس. حلو، طبعا هذا يباع في كل المحلات اللي يسوون بحق غسيل سيارات وكذا، اللي يرشون به. طبعا ايش بسوي بها الحين؟ ابى اخمر البلاط كله. بعد تخمير البلاط اغسله بالمويه، ثم يطلع ما شاء الله نظيف وما تجيك لا حشرات ولا شيء. يقعد لك كم يوم في ريحه ديتول. طبعا الحركه هذه كم اسويها انا؟ الشهر مره، احيانا ممكن في الشهر مرتين يصير لنا في زياده وسخ او شيء، احيانا يصير ما في توسخ اطول شوي، بس كمعدل شهر يعني. ثم بعد هذه افتح الفتاشات هذه كله بوهوتم كرامه، ثم نجيب الدينمو بالمساحه اغسل وعلى طول. طبعا هذا الهندي جاء الاول، انا اللي اعبي في الصابون، الهندي هذا اللي جاء تو. الحين فتحنا الفتاشات، طبعا لازم يصير معي هندي، طبعا الهندي ذا سواق عندنا، لازم يصير معي عشان ارش مويه ويمسح. الآن نشاهد النظافة. طلع البلاط كأنه جديد. هلا نروح الحمام. طبعا اليوم ما في موضوع، بنخليه كذا يعني منوعات وكذا، احتمال الليلة بعد انزل مقطع ثاني ان شاء الله، ممكن بعد بكرة ننزل مقطع. خليكم تشاهدوا الحمام والدجاجة فرخت من جديد. بيصير ان شاء الله يمكن الموضوع الثاني عن الدجاجة وفراخها وكذا، ويمكن بعد نحط منوعات. انا كنت ناوي احط منوعات اليوم، ولكن طرت علي غسل وكذا وغيرت الموضوع، وبنحط عن الخياط والكناري والباجي والزيبرا والكروان والبلابل، وبنمر عليهم حلقة ثانية. الزاجل الى الان ما فرخ شيء، وعلني شفت شيء متوالف، جوزين شفته متوالفه بس ما شفت نتائج. وهذا شو اسمه اللي تحت الاسود، هذا قطيفي. القطيفي هذا مطلع عندي الانثى مطلع 3 بطون من ذكر غير الذكر هذا، الذكر هذا مطلع بطن واحد معه اللي فرختهم الحين موجوده، واشوف يلقحها يعني ان شاء الله احتمال اليومين هذه بعد تبيض. شوف الذكر ابو ذيل ابيض بدا يطاردها. طبعا هو زوجها من زمان يعني يمكن 6 شهور او اكثر.
واللي هذا الذكر اللي تحت ثلاث طبات، هذا الأنثى والذكر. اللي على اليمين اللي فوق الأحمر اللي يأكل، هذه الطبة يمكن عمرها 5 شهور 4 شهور. الذكر حامي مرة، هذا إذا شفت الذكر في الوضعية هذه نافش الريشة من قدام والديل يسحبه ويبغبغ قوة ويراكض ويطارد، عرف إنه حار. الحار يعني يبغى سرعة الإنتاج. طبعا انا حاط عيش مدقوق، بوريك مياه ان شاء الله المقطع الثاني، زي البودره، هذا الفراخه الاستيصان اللي توها تطلع من بطن امها، وعيش في الاحمر حق الدجاجه الكبيره، والمويه انا مقربها للفراخه عشان تشوف المويه، لان الفراخه في شيء توه طالع وشيء اشوفه ينقر في البيضه بيطلع، احتمال يصير في الليل او كذا ما يشوف زين، خليش يصير المويه جنبه، لانهم اكثر الطيور بتحاول انها توصل للماء عن طريق الشم، اذا صارت مثلا في الليل او ظلمه او كذا بتشم محل الرطوبه وتقعد تمشي عليه، احيانا تضبط معها واحيانا تضيع. وما بقالنا الا نشكركم ونقول بيض الله وجيكم، ما قصرتوا، دعمكم وافي لي، واللي ما اشترك يشترك، واللي مشترك يعطينا لايك، واللي بيدز المقطع الغير جزاه الله خير وبيض الله وجهه، ونشكر كل المتفاعلين والغير متفاعلين وكل من يشاهد. والسلام عليكم.